طبعا التجربه كانت زوينه، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج، كانت اكسبيريونس زوينه، تعرفت فيها على بزاف ديال الناس، وطبعا الا جاتني شي حاجه اخرى طبعا غادي نخدم فيها. انا بصراحه كنرتاح اكثر في التمثيل، في لا كوميدي، ديما في الدار كيقولوا لي المهم كنضحكوا ما عرفتش علاش. الدومين ديالنا بحال دابا حنا في ايفينمون، يعني غنتلاقاو مع الناس اللي في الدومين، يعني حنا كتجمعنا بحال مثلا بحال الويب سيري ديال فلاش باك، جمعتني بزاف ديال الناس اللي ولاو اصدقائي دابا. يعني فاش كتجيك خدمه مع دي مارك كتجمعك بناس اللي كتعرفي عليهم، يعني هاد لو دومين صغير بزاف دغيا كنتعرفوا على بعضياتنا. صراحه كتولي عندك ثقه في الناس شويه زايده، المهم كيتبدلوا بزاف د الحوايج، كتعرفي على ناس ماشي بحال اللي كنتي كتعرفي شحال هادي، كيتبدل التعامل ديالك في الناس، ما كتبقايش زعما فاش كتحضري فاش كتمشي في الزنقه ماشي كيف قبل، يعني خاصك تفكري انك راه يمكن شي واحد يقدر يعرفك. صراحه كيأثروا عليا بزاف، كيأثروا على ما فامي. مؤخرا تلقيت واحد الهجوم ولكن صافا. ماشي لباس، المهم اي حاجه، بزاف د الحوايج كتلقى، يعني بنات بلادك كيهاجموك كيقولوا عليك شي هضره وهما ما كيعرفوكش شخصيا نهائيا. انا بعدا ما نقدرش نادي شي حد وانا ما كنعرفوش، ما كيعرفونيش يعني شخصيا من قريب، ما عرفش علاش يقدروا يقولوا شي حاجه خايبه. ما كنهضرش غير على لي كومونتير في انستغرام، كتلقى ناس في لي جروب كلشي كتلوح تصويرتك كتعايرك، كيكونوا لي كومونتير كيعايروا، ما عرفتش انا هاد الناس كيفاش كينعسوا، ما فهمتش صراحه. ما كنكرهش نجاوبهم، دي فوا كنجاوب ولكن الناس ما كترحمش، الناس ما كترحمش، المغاربه ما كيرحموش. دي فوا فاش كتلقى هادشي كتبغي تجتهد اكثر باش تبين لهذوك الناس اللي كيطيحوا بك انك انت قادر توصل لواحد البلاصه اللي هما ما قدروش يوصلوا ليها، بالعكس هادشي كيزيد يقويك. بغيت نقول لهاد الناس اللي كينتقدوا الناس المعروفين سواء دي بلوغر دي زارتيست اي حاجه، انهم يعرفوا لا بيرسون، يعني شخصيا، لاش زعما غادي يكتب، انا ما كنعرفكش علاش غنكتب عليك كومونتير خايب، ما عجبتني شي حاجه فيك نقول لك اسيدي غير هذاك الشيء اللي درتي، اولا داك العمل اللي درتي ما عجبنيش، ماشي غندخل لك عائلتك اولا غنعاير لك الوالدين ديالك ولا في تربيتك، لا غننصحك كنصيحه باش تبدل هذاك لو تروك، اللي ماشي غنبقى نهاجم نهاجم نهاجم. كنشكر قناه الدار على استضافتي، كنشكركم بزاف و ميرسي بوكو. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.